اليوم راح يتم فك هاتف البي 9 بلس الهواوي مقفل بحساب الجوجل اكاونت، عليه اصدار اندرويد نوغا. طبعا راح نطفي الهاتف وندخله وضعية الفاست بوت. بعد ان تم توصيل الهاتف وضعية الفاست بوت وتعريف البوكس عليها، راح نضغط له ريموف اف ار بي لوك. طبعا تم فك الهاتف بنجاح باستخدام بوكس التيمرا تول. اصدار الاندرويد اللي نوغا الهواوي بي 9 بلس تم فكه كان مقفل بحساب جوجل اكاونت باستخدام بوكس تشيمرا تول، وشكرا.